احييكم اجمل تحيه والتقي واياكم من استاد محمد الحمد في نادي القادسيه بمنطقه حولي بمدريد عاصمه اسبانيا. اليوم احنا في اسبانيا نلتقي واياكم بعد ان وصل منتخب الكويت الوطني ليلعب هذه المباراه مع منتخب نيوزيلندا. فمنتخب الكويت الوطني الذي وصل بجداره وعن جداره وبكل عز وافتخار وصل الى نهائي كأس العالم واصبح البلد رقم 23. هذه الجماهير في استاد محمد الحمد اليوم في نادي القادسية بمنطقة حولي ترحب بمنتخب الكويت الوطني. وهذا منتخب الكويت الوطني اللي راح يخوض مباراة اليوم مع منتخب نيوزيلندا في يوم 10/10 عام 1980 81 10/10/81 في اول رحلة الذهاب في الالف ميل عندما التقينا معاكم كان ثالث ايام العيد. واليوم نلتقي معاكم ايضا باول ايام العيد وهو عيد الكويت بفوز منتخب الكويت ووصول منتخب الكويت الوطني الى اسبانيا. لقد وصل منتخب الكويت الوطني بثمان نقاط واليوم ان شاء الله سيحقق الفوز ويصبح رصيده صاحب العشر نقاط. استاد محمد الحمد ما في مكان حتى لو تضع إبرة يمكن الإبرة هذه ما تطيح بالأرض من كثر ما الجماهير اليوم توالت على استاد محمد الحمد. وهذه هي الجمال شعار الاتحاد الكويتي لكرة القدم. أبا نكون أيضا الجمل هو الجمل شعار الاتحاد الكويتي لكرة القدم. وهذا منتخب الكويت الوطني الشيخ فهد الأحمد رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الذي قاد هذا الاتحاد إلى أن وصل إلى كأس العالم. أولها كانت سيداتي آنساتي سادتي في دورة آسيا وكنا أبطال آسيا وثم كنا أيضا في دورة موسكو ودخل الآن فريق منتخب الكويت الوطني. وانت معاي بالصورة الآن يتقدمهم كابتن المنتخب اليوم أحمد الطرابلسي لغياب اللاعب الكبير سعد الحوطي أيضا اليوم. والبركة فيه يا شباب اليوم أحمد الطرابلسي هو اليوم كابتن. أيضا المتحف العلمي شارك اليوم صورة لاعب منتخب الكويت الوطني. هذه الصورة بيحملها مجموعة من التفافيخ البالونات وهي تطير الى اسبانيا. وايضا صورة الجمل ايضا طار الجمل الى فوق ليصبح الجمل هذا الجمل مثل ما طار ايضا الميتشا فاكرين ميشكا لما طارت في دورة موسكو. هناك في 50 كرة ايضا في استاد محمد الحمد كل لاعب معاه كرتين وكل لاعب بيرسل كرة. هناك في خمس كرات موقع عليها من قبل مرقمة من قبل الاتحاد الكويتي وعليها شعار الاتحاد. الخمس كرات هذه الشخص اللي يحصل على هذه الكرة سيصبح هو له إقامة مجانا تذكرة مجانا من قبل الاتحاد الكويتي لكرة القدم ويشارك ويحضر فيها المباراة في أسبانيا في صيف القادم إن شاء الله. وزع وشات لاعبي منتخب الكويت الوطني 50 كرة قدم موزعة على أنحاء المدرجات في هذا الاستاد. واتحاد الكويت لكرة القدم اليوم اعطى هذه المباراة مجانية ليصبح الجمهور. والان بنشاهد ايضا صورة اربع جمال بيأخذون مكانهم حول اتراك الملعب في استاد محمد الحمد. وشايف انا بيتقدم هذه الجمال جمل بيحمل عليه ايضا هجانة بعلم دولة الكويت ثم ايضا الهجانة في الثاني بيحمل صورة حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى. وايضا الهجانة رقم 3 بيحمل صورة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. ولا شك ان بقيادة صاحب السمو امير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الامين بهذه القيادة الحكيمة
وبرعايتهم الشباب، وأن دولة الشباب حقق شباب دولة الكويت اليوم هذا اللقاء. والهجانة رقم 4 بيحمل شعار الاتحاد الكويتي لكرة القدم. بوركت يا كويتي بأبنائك، بوركت يا شباب، بوركت يا دولة الشباب، إنهم شباب دولة الكويت حققوا هذا الفوز ليهدون إلى جمهور الكويت في الكويت وفي كل مكان خارج الكويت. لا شك ان استجابة هذه الجماهير الرياضية اليوم سيداتي آنساتي سادتي في هذه الوقفة الجماهيرية تقف وراء منتخب الكويت الوطني الذي حقق، وان كاميرا التلفزيون بجميع الفنيين الذين فعلا اليوم سهروا على هذا النقل وهذه الصورة اللي بتحمل فعلا من فنيين ومصورين كل أجهزة وزارة الإعلام من إذاعة وتلفزيون ومخرجين، وأيضا مخرجنا الزميل عبدالله تقي بيخرجنا من مكان إلى مكان سواء كان من الاتراك إلى داخل ملعب ومكان اللاعبين. سيداتي يا نساتي سادتي، ونزل الآن طاقم حكام الملعب مقصورة الرئيسية، أيضا فيها الدكتور يعقوب غنين وزير التربية، وأيضا الشيخ جابر المبارك محافظ حولي، وكما أشاهد أيضا بعض أعضاء مجلس الأمة في المقصورة الرئيسية، وأيضا الشيخ أحمد الحمود نائب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وبعض الأخوة الرياضيين من رؤساء الاتحادات والأندية الرياضية. نزل الفريق إلى أرض الملعب وسيعزف السلام المزدندي في بداية المباراة، ثم السلام الوطني الكويتي. والآن ما زال الاستاد محمد الحمد بيستقبل، وكل الجماهير حملت أعلام دولة الكويت وحملت أيضا شعار الاتحاد الكويتي الذي أطلق على شعاره هو الجمل. فالجمل الآن الذي يأخذ مكانه في الاتراك ويمر أمام مقصورة رئيسية، الجمل هو طبعا رمز الجلد والصبر والتحمل، واستخدمه البدوي والمواطن الكويتي في السفر قبل أن تظهر هذه المواصلات الحديثة من طائرة وسيارة وسفينة كان بيستعمل. أيضا استعمل هذا الجمل إلى الديار المقدسة، وكان في الديار المقدسة بتستغرق هذه الرحلة بالشهور العديدة ليقطعها كل من استعمل هذا الجمل، والجمل طبعا هو يسمى سفينة الصحراء. السلام المزدندي. وننتهي معكم في اسبانيا ان شاء الله، ننقل الى تلفزيون المملكة العربية السعودية والى جمهورنا الرياضي في كل من ايضا المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والجمهورية العراقية ودولة الامارات العربية المتحدة ابوظبي والى دولة قطر والى الجمهورية العربية اليمنية صنعاء وإلى المملكة الأردنية الهاشمية وإلى دولة البحرين وإلى الصين وإلى نيوزيلندا أيضا وإلى تلفزيون لبنان. تسجيل كل هذه المحطات، 10 محطات تنقل معنا اليوم عبر الأقمار الصناعية،
فكل الجهود فعلا في الإذاعة والتلفزيون منقولة اليوم لكم. منتخب الكويت الوطني مثل اليوم أحمد طرابلسي، وليد الجاسم، سامي الحشاش، محبوب جمعة، نعيم سعد، عبد الله بلوشي، ومحمد كرم، وناصر الغانم، وفتحي كميل، وفيصل الدقيل، وعبد العزيز العنبري. أما احتياطي منتخب الكويت الوطني آدم مريان، جمال يعقوب، يوسف السويد، عادل عبد النبي، وعادل السيد. أما منتخب نيوزيلندا فمثل اليوم في حراسة المرمى ريشارد وولسون، في خط الدفاع بيلعب دوت وإلريك وإلموند وهيرد، وفي خط النص بيلعب سومينر وكول وجراند كورنر، وأما في خط الهجوم بيلعب أيضا بريان وستيف وودن وونتن روبر. احتياطي فرانك فان وجون هيل وكيث ماكاي وبيتر سيمسون وسام مالكروم موسون. أما حكام فهو الحكم هنينج لينج سورنسون، وهو من الدنمارك، وملفن ديسوزا، وحكيم من الهند، وعبد الله غريب الحكم الرابع من الغريب. يلعبها الى ناصر الغانم، غانم بيلعبها طويله فتحي كميل، فتحي كره معه، حصلها فتحي ولا لا؟ حصلها فتحي، بيعدي منه فتحي، بيحصلها وبيحاول يمر يلعبها بينيه، ناصر الغانم يعطيها بالجول، الله اضربها، خلاص خلاص الله، تضرب مره ثانيه، ها ها شوت، تضرب مره ثانيه خلص، لكن في هاندبول. ها على طول ناصر الغانم، نعيم سعد يا اولاد يا حلوين، نعيم سعد كره معاه، بيحيي نفسه ما يخليه توصل مره ثانيه، توصل الى عبد الله بلوشي، بلوشي يلعب الدخيل لبلوشي، بلوشي 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 بلوشي. بلوشي بيضيع فرصة، شوف بيحط رميد حارس المرمى، بيحطها رميد حارس المرمى، حتمشي معاك يا بلوشي، حتمشي معاك اللعب العنبري، لعب مرة ثانية وتوصل منتخب الكويت الوطني على اعتبار انه وصل كرة، الله عنبري عنبري ودي حتى العنبري وين الله عنبري، كرة حصلها إلهية مقشرة، ياتي بالطبيعة، ياتي كرة بالطبيعة بالطبيعة بالضباب، بصال الكرة الضباب، بصال الكرة، لكن حتى العنبري تأخر فيها وخذها منه ويلسون، باصة سليمة من الضباب العنبري، راح تشوف انحتها، لمها منه حارس مرمى سليمة، لمها منه حارس المرمى، كرة تسهلت للعنبري مزهلة، كرة يعني ما يحصلها أبدا، ملعوبة أرضية، يبعدها المدافع كرة برا الملعب. كورنر، كورنر لمنتخب الكويت الوطني، كورنر كورنر العنبري، لعب العنبري، الله فتحي كميل، خلص اللي عليه، خلص اللي عليه فتحي كميل، شوف 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 العنبري، شوف فتحي، شوف فتحي لمسها بشعر راسه، بس بشعر راسه، بس مش براسه، بشعر راسه، بشعر راسه، تدخل مرمى، جول 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 فتحي جميل، في الدقيقة 41، في الدقيقة 41، في الدقيقة 41، في الدقيقة 41، فتحي كميل، فتحي كميل بيسجل أول هدف في المباراة، أول هدف في المباراة، فتحي كميل بسجله في الدقيقة 41، كرة ملعوبة كورنر بالعنبري على راس فتحي، بشعر راسه، لم يلمسها براسه، بشعر راسه دخل الجول، هذا فتحي، هذا الفارس الأسمر فتحي كميل، وحكى المباراة بيوقف اللعب، الظاهر أنه ستيف وودن بينقلها إلى ستيف سومينر، كرة ملعوبة والجمهور بيصفر، هو طبعا الجمهور بيصفر، بيعطي إذان لحد المباراة أن الوقت، شوف كل واحد من الجمهور جاي وموقف ساعته، الساعة 45 يحط الشوط الأولاني، الشوط الثاني، الشوط الأولاني بيصفر وبيصفر بيصفر، حكم المباراة معلن نهاية الشوط الأولاني بنتيجة
واحد منتخب الكويت الوطني لا شيء منتخب نيوزيلندا جاب فتح جميل. سيداتي انساتي سادتي استراحة قصيرة واعود بكم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي يا نساتي سادتي أحييكم مرة ثانية من استاد محمد الحمد بنادي القادسية في منطقة حولي لأصف لكم الشوط الثاني من هذه المباراة. انتهى الشوط الأولاني واحد منتخب الكويت الوطني وسجل فتح كميل في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول من المباراة. فتحي رقم 7 فيصل العنبري حقيقة صحف ايضا تحدثت اليوم وديلي مرور ملعب اوت ضربت مرمى. شوفي عاد البطيء ضربت مرمى مثل ما قلت لكم استاذ محمد الحمد لم يسع الجمهور، يعني اكثر من حوالي 35 ألف متفرج. اليوم استاذ محمد الحمد اضطر ايضا الجمهور ان ينزل الى ارض الملعب ليشاهد ايضا رامي تماس كارلوس شيرول سجل منها الفتحي في دقيقه 41 من الشوط الاولاني. يعملها ثاني العنبري هذا الكورنر طبعا عملها فيصل الدخيل ايضا نفس الشيء كان في امام السعوديه. كره اللعيب تحت الله الله الهجره فتح جميل فيصل الدخيل فيصل الدخيل لعبها بنفس المكان اللي لعبها امام السعوديه انما المره هذه براس القائم براس القائم. شوفي عاد البطيء شوفي عاد البطيء رامي تماس كارلوس. ان الصين لها 7 أهداف لها 7 أهداف لها 7 نقاط ولها 9 أهداف. اللعب صلاو في مكان خطر 20 تروح منه لعب مرة ثانية كرة لكن في فاول على سامي الحشا فاول لمنتخب نيوزيلندا فاول فصاها جول خدعهم اللاعب النيوزيلندي كرة ملعوبة في الزاوية 90 والحكم لحد الآن قاعد يشاور. شوف الحكم قاعد يشاور يبعد اللاعبين. شوف شات اللاعب النيوزيلندي رقم 10 الكابتن رقم 10 ستيف سومينر قاعد يبعد فعلا لاعبي منتخب الكويت الوطني من غير ما ينتبهون. هذا 10 هذا 10 شوت عاد البطيء قاعد الحكم المباراة الدنماركي يبعد فعلا يبعد منتخب الكويت الوطني على اساس يبعدهم. ولذلك اللاعب النيوزيلندي ما انتظر على طول لاعبها بالجول. 1-1 في الدقيقة 21 في الدقيقة 21 في الدقيقة 21 شوف في الدقيقة 21 ستيف سومينر خلاص كرام ما تحتاج حراس الحكم انتهى. ستيف رقم 10 الكابتن بيسجل هدف تعادل 1-1 شوف تعادل 1-1 بيحطها بالزاوية الصعبة على طرابلسي وكان طبعا ما حد كان متوقعها لان لعبت وفي مكان خطر توصل بيحطها بالجول كمرة ثانية وبيحطها بالجول جول الله نيوزيلندا تحركت 7-7 ودفاع الكويت قاعد يتفرج عليه وحط الهدف الثاني في الدقيقة 21 في الدقيقة 21 لاعب رقم 7 اللاعب رقم 7 ويحرج منتخب الكويت الوطني. شوف يا عادل البطيء شوف 7 لما حصلها 2 راحوا للاعب المدافع 1 كان فاضي 7 بيحطها ايضا على الطرابلسي في الدقيقة 21 اللاعب رقم 7 اللاعب رقم 7 2 نيوزيلندا كرة جول الكرة لكم الان منتخب الكويت الوطني فعلا بيتباطأ في الدفاع واللاعب النيوزيلندي بيتحرك بسرعه
ويسجل هدفين في اقل من دقيقة. هذه عادة البطيء، هذه عادة البطيء، كرة ملعوبة وتوصل ناحية الشمال يحصلها ودخيل كرة معه يحاول يمر، انما توصل بيد حارس المرمى، توصل بيد حارس دخيل، دخيل بيلعبها لفتحي من جهة اليمين، فتحي كرة معه، فتحي والجول، فتحي والجول، كرة معه وصل لعبة جميل، حط الجول، الله الله مرفانيا، مرفانيا حط هذا الجول، الله بيد حارس المرمى وترجع مرفانيا، الله حيجي الجول، حيجي الجول في الدقيقة هذه على الجول. هجمة فتحي جميل، شوف فتحي جميل في 25 في 25، شوف فتحي جميل الآن، شوف فتحي، شوف فتحي، شوف فتحي لما عدى وحاول يلعبها، لعبها فعلا دخل فيها لعبة الكورنر مرة ثانية وتلعب كورنر لمنتخب. في تغيير، في تغيير، بيطلع كرم، بيطلع كرم، معناها راح يلعب 4-2-4، راح يلعب طريقة هجومية، نزل سويد راح يلعب معناها بلوشي وناصر الغانم، سويد انه بيلعب رابع مع العنبري وفيصل وفتحي، طبعا هذا امل منتخب الكويت الوطني ان لا يخرج خاسرا في هذه المباراة. كورنر العنبري لعبها كورنر، تطلع كرة برا الملعب وترمي التماس لمنتخب الكويت الوطني، منتخب الزندة الان في دافع ب 11 لاعب. فاول لمنتخب الكويت الوطني خارج منطقة 18، الوقت ما يستحمل تأخير، الوقت ما يستحمل تأخير، حط شوت وخلص كرة فتحي يا ما فيصل الدخيل بلوشي بتساسرون شو بيقولون ما اسمع ما ادري، كرة راح يلعبها منه فيهم فيصل الدخيل بلوشي راح يباصيها الدخيل في بلوشي، شوت بلوشي، شوت الدخيل، سأل الحكم بشاور العب، شاور العب، شوت الدخيل، الله الله الله، مو معقولة، كرة بترجع من الخام، كرة بترجع من الخام ويحطها فيصل وترجع مرة ثانية، الله شوف خلاص كرة مداشة، كرة مداشة، حط الدخيل، شوف حط الدخيل، حط الدخيل ورجع من القائم، الله الله، كرة بترجع مرة ثانية، كرة بترجع مرة ثانية وبيحطها أيضا فتحي، بتطلع جنب القائم اليمين، راح يجي جول، راح يجي جول، آخر 10 دقائق، آخر 10 دقائق لحد الآن المباراة، كرة ملعوبة تلعب، وليد تطلع كرة برا رمي التماس لمنتخب نيوزيلندا، 2 نيوزيلندا 1 منتخب الكويت الوطني، شوف عدل بطيء مرة ثانية، شوف فتحي تطلع جنب القائم الأيسلندي برا، كورنر، كورنر، آخر كورنر في هذه اللجنة، بسرعة يا شباب، آخر كورنر، في آخر كورنر، في آخر هجمة، يا إما تروح الصين نيوزيلندا، تروح نيوزيلندا وتروح الصين، تروح إسبانيا، لعبت، تطلع كرة مرة ثانية. كورنر مرة ثانية، كورنر مرة ثانية، كورنر مرة ثانية، كورنر مرة ثانية، سيبقى الصين بالصين أو نيوزيلندا إلى إسبانيا، هذا الكورنر، هذا الكورنر، لعبت، الله، هذا ساحر، هذا ساحر، خلاص، 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 خلاص نيوزيلندا، نيوزيلندا راحت تهز نيوزيلندا، خلاص. الكورنر اللي قلت عنه سامي الحشاش، سامي 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 سامي، شوف شوف شوف، منو 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 سامي، اي سامي 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 الحشاش، حط الجول قدامي سامي الحشاش من كورنر، سامي الحشاش بلنتي ما نبي، قول ما نبي يا حكم يا دنماركي حرام عليك، ابقى نيوزيلندا لا تروح للسعودية، خلاص خلاص، الالف مليون في الشارع الان في الصين، والالف مليون في الكويت، في الكويت، واحنا اصحاب كاس العالم، اصحاب التسع نقط، وانت يا نيوزيلندا، يا نيوزيلندا قولوا الاسبانيين اتاكم الكويتيون، مدربون برازيليون يلعبون الكرة بفن وعقل، بفن برازيلي في الكويت، سنلعب خلاص، احنا اللي نحدد
نجد من وليذهب معنا. ذهب معنا الصين وليس نيوزيلندا. مهما عملت يا دنماركي بنالتي فاول. انا والله العظيم اني حال ما تحكي الحكام، لكن ما علي الدنماركي حتكلم عنك. كرة ملعوبة توصل، كرة ملعوبة. 2-2 حكم المباراة طالع ساعته، وكرة ملعوبة لعبة بعد اسامي. هجل جول، هجل جول، عبط الدم عبط. فتحي جميل، فتحي لكن ياخذها المدافع. في فاول. حيجي جول. فوت شوية. في وقت ضايع. انا قلت حيجي جول بساعة من شوية. ويوم جول من الكورنر لما لعبت. هذه عادة. شوف الجول ايه لمنتخب كويت. شوف لما لعبت. لعبة سويد ولعبة سامي بالجول. 2-0 حلوين. سويد 12 وسامي، وفي فاول. جول. ترجع مرة ثانية. صفر حكم المباراة. خلاص. نيوزيلندا تروح نيوزيلندا، والصين تروح اسبانيا، والكويت على رأس المجموعة الى اسبانيا. سيداتي انساتي سادتي، نبارك منتخب الكويت الوطني. خلاص احنا في بلد لن نتبيع الحكام ابدا، لان هذه عادة البطيء. هذه عادة البطيء. شوف الهدف. طبعا المحافظة على سلامة الحكام من اطماعنا. نحن الكويتيون نحافظ على سلامة الحكم، لا تخاف. طبعا كل هذا اللي نازل يحافظ سلامة الحكم، انما الحكم اعطى فاول ظلم وبغضان، وثم اعطى ايضا بنالتي ضربة جزاء صحيحة 100%. كنا ما نريدها، لا نريدها. فزنا بجدارة ووصلنا بجدارة بتسع نقط امام نيوزيلندا وامام الصين وامام السعودية. فزنا على الفرق كلها وخسرنا من الصين مرة واحدة في الصين. واليوم هذا هو الدرس، نلقي الى نيوزيلندا لتبقى نيوزيلندا في نيوزيلندا وتبقى الصين ايضا. الدكتور عقبنا وزير التربية الشيخ فهد الاحمد رئيس اتحاد كرة القدم، ونهني الجميع الحقيقة بهذه النتيجة وهذا المنتخب الازرق الاسمر الذي عاد الثقة الى جمهوره فعلا بلعبا ونتيجة. سيد محمد السنعوسي والشيخ سالم فهد رئيس نادي السالمية ايضا في المقصورة الرئيسية، وبعض الاخوة الرياضيين بتلقطهم الكاميرا في استاد محمد حمد في نادي القادسية. ويحدث منتخب الكويت الوطني ان يسجل هدف في الدقيقة 89، ويضع نيوزيلنديين ايضا مهما عمل الدنماركي. فقولوا يا نيوزيلنديين الى الاسبانيين ان الكويتيون قادمون. وهذه عادة ايضا. شوف اللقطات الاخيرة. شوفوا اللقطات اللي صارت في المباراة. طبعا الان بعيدة. سيداتي انساتي سادتي، اترككم الان واستودعكم الله، ونشاهد الان ايضا هذه اللقطات الاخيرة في هذه المباراة ونشاهد ايضا الكاميرا بتأتي بكل لقطات اللي ايضا هذا البلوشي اللي لعبها ايضا كل هذه الفرص. وهذا الملعب الان يقول لك هذه صورة الجمل، وسنأتي على جمل الى اسبانيا لنلاعب ايضا دول كأس العالم. نحن اصحاب فعلا كأس العالم. وصلنا بجدارة، وهذا الطرابلسي الطائر، وفزنا فعلا بجدارة بتسع نقاط. سيداتي يا نساتي سادتي، وكل المنتخب الكويت الوطني بهذه النتيجة 2-2 لكل من المنتخبين منتخب الكويت الوطني. لقطات مرة من الملعب ومرة هجمة ايضا. هذا العنبري لما قلنا هدف ضبابي، ايضا العنبري هذا الهدف الضبابي. كرة مع فريق نيوزيلندي، وانتهت هذه المباراة. ويحقق الكويتيون في هذا الفوز بعدما حقق ايضا منتخب الكويت الوطني في هذا الهدف. هذا الهدف اللي حطه فتحي، هدف سليم اللي سجله فتحي براسه. سيداتي يا نساتي سادتي، بعد ان خرج كل في استاد محمد حمد
لنادي القادسية باستاد محمد الحمد. منتخب الكويت الوطني حقق لهذا الجمهور ولهذه البلد هذا البلد الطيب فعلا هذه النتيجة لمنتخب الكويت الوطني. سيداتي آنساتي سادتي، الآن السعودية باقي المباراة يوم السبت القادم مع نيوزيلندا تنزل على 5 نقاط في حالة فوز، في حالة فوز نيوزيلندا على السعودية، وطبعا احتمال غير وارد بسهولة على السعودية. لذلك تتحدث نسبة الأهداف، الأهداف طبعا لصالح منتخب الصين لأنه وارد 9000 عليها 4 سيداتي آنساتي سادتي، وفق منتخب الكويت الوطني أن يهدف الفريق، وهذا هو شعارنا Our Coming in Spain، يعني راح يكون شعارنا إن شاء الله. هذا طبعا شعارنا هو الجمل، شعارنا سفينة الصحراء في إن شاء الله كأس العالم. سيداتي آنساتي سادتي، أستمر معكم في استاد محمد الحمد في نادي القادسية، يتابع معكم أيضا هذا الوصف الحي المنقول أيضا. وهذه نشوف الآن، شوف حكم المباراة، شوف شوف حكم المباراة، شوف شوف لم يعطي إذنا، لم يعطي إذنا، شوف لم يعطي ببداية الكرة، لم يعطي بداية الكرة، ولذلك اللعبة وكل الفريق كان واقف والطرابلسي واقف، ولذلك طبعا الحكم الدنماركي لم يعطي إذنا بلعب الكرة، كان بيكلم مدافع منتخب الكويت الوطني. ما عليه ما عليه ما عليه، انما هذا الهدف قد سجله فعلا نيوزيلنديين بجداره، كره ملعوبه لان مدافع الكويت الوطني اندفعوا الى مدافع واحد وتركوا فرصه الى اللاعب رقم 7 سجل هدف الثاني لنيوزيلندا. واما الهدف الثالث لي او الثاني لمنتخب الكويت الوطني فهو طبعا هدف، هذه اعاده البطيل لاعب رقم 7 لما لعبها اللاعب رقم 7 وسجل منها الهدف الصحيح لمنتخب نيوزيلندا. لكن هذا هو الكمل، كل الجمهور، وهذا فيصل الدخيل لما لعبت، شوف لما لعبت جهة فتحي كميل، شوف لما لعبت جهة فتحي كميل، شوف لما لعبت لعبها وجعت مرة ثانية وتوصل، إنما هاي طبعا اللقطات اللي هي الخطرة اللي حدثت في الشوط الثاني من هذه المباراة، من هذه المباراة. هذه عادة لفتحي كميل عندما استلم الكرة فتحي كميل عشان يلعبها إلى فيصل الدخيل، لفيصل الدخيل. واضح طبعا بصورة ان الكاميرا بتنقل مرة لكم نقلة على البطي، ومرة تعود بكم في استاد محمد الحمد في نادي القادسية. نحن ننتظر الهجمة، وهذا الفاول اللي كان لمنتخب الكويت الوطني. هاي طبعا بعض اللقطات اللي هي الخطرة في الشوطي المباراة، الشوط الاول والشوط الثاني من المباراة. شوف لما ضربت القائم، شوف لما لعبها فتحي، طبعا هذه فعلا هذه ايضا، هذا ايضا الجمهور بيحمل صورة صاحب السمو امير البلاد المفدى والسمو ولي عهد الامين. وهذه ايضا اعادة الان في البطيء مرة ثانية للهجمة اللي لما لعبها فيصل الدخيل وضربت القائم. شوف لما ضربت العارضة، شوف انزلت العارضة تنزل لفتحي كميل اللي يكملها ايضا مرة ثانية بتدخل جهة الايمن، القائم الايمن طبعا خارج المرمى، ضربة مرمى لمنتخب نيوزيلندا. هذا الكورنر اللي طلعت مرة ثانية ايضا، كورنر مرة ثانية واللي راح يجي منها الهدف الان، اللي راح يجي منها الهدف ايضا لمنتخب الكويت الوطني، اللي راح يجي منها الهدف لمنتخب الكويت الوطني. شوف لما لعبها، شوف لما لعبها عبد العزيز العنبري لما لعب هذا الكورنر، شوف لما لعبها راحت لسويد، شوف نزلت الى سامي الحشاش، سامي بيسجل الهدف، اغلى هدف، وسامي الحداد، سامي الحداد، سامي الحشاش يحطها حداد داخل المرمى. واقول سيداتي يا نساتي سادتي، لنلتقي معكم ان شاء الله في اسبانيا من استاد ان شاء الله مدريد، هنقل لكم تصفيات النهائيه لمنتخب الكويت الوطني مع 24 دوله في اسبانيا ان شاء الله. والسلام عليكم في كل من الدول التي نقلت معنا اليوم، الجمهوريه العراقيه، دوله البحرين، دوله قطر، سلطنة عمان، الأردن، ودولة الإمارات أبو ظبي،
والصين والسعودية وأيضا سلطنة عمان ونيوزيلندا واليمن الشمالي صنعاء ولبنان تسجيل. سيداتي آنساتي سادتي، مع كل من نقل لكم تحياتنا لكم جميعا، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خالد الحربان.